كودي. الكود ده بيعمل ايه؟ بيعمل اي حاجه، بيعمل اني تو اني، يعني تقدر تديله اي حاجه يطلع لك اي حاجه تانية انت عايزها، يعني تديله صوت يطلع لك فيديو، تديله فيديو يطلع لك ملخص، كل اللي انت عايزه. حاجه رهيبه دي. ورقه البحث، البيبر، الكود، الديمو، فيديو لو انت عايز تديله اي حاجه يطلع لك اي حاجه تانية انت عايزها. تديله صوت تقول له حوله لي الصوره، حوله لي الفيديو، حوله لي الكتابه، بحاجات مختلفه جدا زي ما انت شايف. يعني الذكاء الاصطناعي ما اكتفاش، كل شويه هتطور. اهو تديله تكست وصوره وصوت يطلع لك الفيديو على طول، دي تكست وايديو وايمج بيطلع لك هو حاجه مختلفه تماما بالشكل ده. تديله صوره وهو يبدا يقول لك ايه الصوره دي، يوصفها لك. ممكن تكتب له اي حاجه يروح عاملها لك فيديو، تديله تكست يروح عاملها لك يقراها ويعمل لك الصوره بتاعتها. تديله صورة يعملها لك فيديو يحركها لك. خلي بالك انت بتديله جزء من الصورة، هو كبر الإطار بتاعها. تديله صوت هو يعمل لك الفيديو بتاع الصوت دوت. الله المستعان.